بدر المطوع غادر إلى الرياض، حدث تاريخي طبعا شهد مطار الرياض استقبال فاق 7000 متفرغ. انت قصدك ان بالسعودية ما راح تلعب الان؟ لا لا بالسعودية، قلت بالسعودية ما راح تلعب. صارت لي الظروف هذه لولا الجمهور وقفته معاي يمكن كان ما قدرت اقدم اللي الامانه احنا اليوم اللي يمكن قدمته او ما قدرت استمر معهم، لكن الفتره اللي قدمتها لولا وقفت يمكن الجمهور وتشجيعهم لي دايم، وشفت ضيافه يمكن ما شفتها من قبل، فهذا الشيء اللي شويه خلاني يمكن اقدر اركز.